أنواع قطع عظم الحوض لعلاج خلع الورك الولادي. لقد تحدثت في فيديو سابق بعنوان علاج خلع الورك الولادي عن طرق العلاج حسب الفئات العمرية. الهدف من كل طرق العلاج هو الوصول إلى مفصل ورك مستقر ومتطابق ومتحد المركز في أقرب وقت ممكن، والذي بدوره سوف يمنع أو يؤجل تطور التهاب المفاصل التنكسي في الورك. العيب التشريحي في تصنع الحقن موجود بشكل دائم في عصر التصنع التطوري. يمكن أن يكون أمامي علوي أو علوي أو علوي خلفي. يجب أن يعالج قطع أو خزع الحوض المثالي هذا العيب لتحسين تغطية رأس الفخذ. لا تفرق الصور الشعاعية القياسية للحوض بين النقص الأمامي أو العلوي أو الخلفي. يساعد التصوير الطبقي المحوري ثلاثي الأبعاد بشكل كبير في تحديد شكل الورك الدقيق، ويساعد بالتخطيط للقطع العظمي للحوض لتصحيح العيب. عند الرد المفتوح لجميع المرضى بعمر المشي الذين تزيد أعمارهم عن 18 شهر، نوصي بإجراء خزع الحوض روتينياً. يمكن تقسيم خزوع الحوض إلى ثلاثة أنواع: الخزع بهدف تصحيح توجه الحق، كما في خزع سالتر، الخزع الثلاثي ستيل، وخزع غانز. خزع الحوض بهدف إعادة تشكيل الحق، كما في خزع بيمبرتون وخزع ديجا. الخزوع التلطيفية كخزع كياري وتصنيع الرف. يعتمد اختيار نوع الخزع على عمر الطفل ونوع عصر التصنع وحالة الغضروف الثلاثي. بشكل عام، إذا كان من غير الممكن رد رأس الفخذ بشكل مركزي، نلجأ إلى القطوع والإجراءات التلطيفية. خزع سالتر. عادة يتم إجراء خزع سالتر عند المرضى صغار السن بين عمر السنة والنصف والثمان سنوات، الذين لديهم الغضروف الثلاثي مفتوح. الاسباب الأساسي لخزع سالتر هو نقص تغطية الحق الأمامي العلوي في الورك المردود بشكل مركزي. خزع سالتر هو قطع عظم الحلقفة بشكل مستعرض فوق الحق مباشرة ويمتد إلى السلمة الوركية العلوية. يتم تدوير الجزء الحقي البعيد ويوفر تغطية أمامية وأمامية علوية لرأس الفخذ. يتم قطع أسفين عظمي مثلثي من العرف الحلقفي ويوضع في مكان قطع العظم ويتم تثبيته بأسياخ كيرشنر. الخزع الثلاثي أو خزع ستيل. يستطب عند الأطفال الأكبر سناً والمراهقين الذين لديهم الغضروف الثلاثي مفتوح لأن ارتفاق العانة لديهم لا يدور جيداً. يتم إجراء القطوع العظمية الثلاثة المنفصلة على الجزء السفلي من الإسم، على الحرقفة فوق الحق، وعلى فرع العانة العلوي. ثم يتم إعادة توجيه الحق عن طريق تدوير الجزء الناتج عن قطوع العظام هذه. إنه قطع عظمي غير ثابت يتطلب تثبيتاً صارماً وعدم حركة. عيب خزع ستيل هو أنه يجتاز العمود الخلفي ويسبب انقطاعاً في الحلقة الحوضية، يؤدي إلى عدم تناسق في الحوض ويؤثر على قناة الولادة، مما يلغي إمكانية الولادة المهبلية الطبيعية. خزع بيمبرتون. يوصى بخزع بيمبرتون لعلاج عسر التصنع المعتدل إلى الشديد عند الأطفال دون الست سنوات مع غضروف ثلاثي مفتوح. في هذا الإجراء يتم قطع عظم الحرقفة، والذي يبدأ فوق الشوك الحرقفي الأمامي السفلي مباشرة ويتجه للخلف حتى ينتهي عند الطرف الحرقفي الإسكي للغضروف الثلاثي. يكون قطع العظم بشكل منحني موازياً لمحفظة المفصل وحوالي 1 سنتيمتر فوقها. يتم الحفاظ على التصحيح بواسطة إسفين عظمي مأخوذ من العرف الحرقفي. خزع غانز أو خزع الحرقفة حول الحق. الاستطباب الأساسي لخزع غانز هو تحسين تطابق وتغطية الورك عند المرضى الذين يعانون من عسر تصنع الحق مع غضروف ثلاثي مغلق. خزع غانز هو عملية إعادة توجيه كاملة للحق عبر قطوع عظمية يتم إجراؤها بالقرب من الحق، والتي تسمح بأقصى قدر من التصحيح للتغطية العلوية والأمامية. تشمل هذه القطوع القطع غير الكامل لعظم الإسم، وقطع عظم العانة الكامل، وقطع عظم الحرقفة، بحيث يتم الحفاظ على استمرارية العمود الخلفي، مما يسمح بالعودة الباكرة للحركة وحمل الوزن بعد الجراحة. الميزة الأخرى هي الحفاظ على شكل الحوض، مما يسمح بالولادة المهبلية الطبيعية. أما عيب هذا الإجراء الرئيسي هو التكنيك الصعب. خزع ديجا. يفضل إجراء خزع ديجا في حالات الاضطرابات العصبية العضلية كالشلل الدماغي، والمرضى الذين يعانون من عسر تصنع الحق الخلفي، وفي الحالات الشديدة. يبدأ قطع العظم من الأمام على الحافة بين الشوكين الحرقفيين الأمامي السفلي والأمامي العلوي.
يكون اتجاه القطع منحنيا عند النظر إليه من الجانب بدءا من أعلى الشوك الحرق في الأمام السفلي مباشرة، ومنحني بالاتجاه الخلفي وبشكل خفيف في الاتجاه الرأسي لينتهي بحوالي 1 إلى 1.5 سنتيمتر أمام السلم الوركية. في خزع ديجا يكون قطع العظم ثنائي القشر في الأمام، ويترك جزء متغير من القشرة الخلفية الأنسية للوجه الداخلي للحوض أمام السلم الوركية سليمة. يتم تشكيل طعم عظمي وفقاً للفجوة الموجودة مكان القطع. القطع لا يدخل السلم الوركية وبالتالي فهو ثابت ولا يحتاج إلى تثبيت داخلي. يحسن التغطية الأمامية والعلوية والخلفية ولكنه يقلل من حجم الحق. خزع كياري. خزع كياري هو إجراء تلطيفي يهدف في شكل أساسي إلى تحقيق تغطية علوية لرأس الفخذ عند المراهقين المصابين بعسر تصنع الحق مع عدم إمكانية رد الورك. مستوى قطع عظم الحوض مهم جدا وحاسم، يجب أن يكون على بعد أقل من 5 ملم من الشق المفصلي وموجه بميل رأسي بمقدار 10 درجات نحو المفصل العجوزي الحرقفي. خزع كياري عبارة عن قطع عظم الحرقفة مع تزحيل مفصل الورك والحق للأنسي أو الداخل لتحسين التغطية الخلفية والعلوية، حيث تشكل الحرقفة رفعا فوق الورك المصاب بعسر التصنع. إجراء الرف. وهو إجراء تلطيفي يجرى للمرضى الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات المصابين بعسر تصنع الحق مع عدم إمكانية رد الورك. في هذا الإجراء يتم وضع طعوم عظمية من العرف الحرقفي من الجزء الجانبي من الحرقفة على حافة الجوف الحقي. يدعم هذا الإجراء رأس الفخذ عن طريق توسيع سقف الحق فوق محفظة المفصل وبالتالي يمنع خلعه جزئياً.